بطالب بالعمارة، هذا الناموس والانتصار. تهانينا والناموس. توقيتها زمني لحظة وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، أو هنا التوقيت الزمني 6:05.79 جزء من الثانية. تهانينا والناموس عبد المحسن مطالب بن عمارة. المركز الثاني كان الوصول والقدوم من خلان مشاهدينا الكرام 6:09.97 جزء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا طالب بن صالح مطالب بن عقيلة. المركز الثالث مشاهدينا الكرام كان الوصول مع المركز الثالث، كان الوصول من مهابة. توقيتها الزمني يا مخرجنا 6:10.9 من الثانية. تهانينا والناموس لطالب بن مسلم بطالب بن عقيل. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، أينما كنتم تتواصل الأشواط وتتواصل الانطلاقات شوط تلو شوط، وها نحن وإياكم في انطلاقة جديدة وموفقة بعون النامات. شوطنا 17 الخاص بسن القعدان، الحقايق شوط إنتاجي قطر في هذه اللحظات. أبدأ مع مقدمة الأسماء، أبدأ مع المركز الأول لكي أتابع في هذه اللحظات ثقيف لعلي بن صالح بن حمد الغفراني المري، من يقدم لنا ثقيف على مستوى المركز الأول. الدور دور المركز الثاني لأتابع وأراقب في هذه اللحظات القدوم من مذهب لسالم بن صالح بن طالب بن عقيل النابت، من يقدم لنا مذهب في هذه اللحظات في هذه الانطلاقة. المركز الثالث أتابع وأراقب الحضور والوصول من قبل عز لمحمد بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري، من يدفع لنا في هذه اللحظات بشعاره ليقدم لنا العز على المركز الثالث، ويتسلل بن عبدة في هذه اللحظات. بهذه اللحظات انطلاقة وتحديات. المركز الرابع أتابع الوصول، أتابع عجلان لحمد بن ناصر بن مسفر الشهواني، من يقدم لنا عجلان، وكذلك الحضور كذلك الوصول. الأسماء الواصلة، الأسماء الحاضرة في هذا المهرجان الكبير، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. أتابع الفارس حمد بن محمد بن جابر العاضل المري، من يقدم لنا الفارس وانطلاقاته، من يدفع لنا بالفارس في هذه اللحظات. العودة إلى بن عبدة، العودة إلى شعار النجوم، العودة إلى هذا النجم، العودة إلى الغفراني. عز مع أول الأسماء، عز مع المركز الأول في مكان الرفعة والعزة والسمو والشموخ، ينطلق في هذه اللحظات. ولكن يا بن طالب، يا بن طالب، من يقدم لنا شعاره؟ من يقدم لنا مزهب؟ سالم بن صالح بن طالب بن عقيل المري، من يدفع لنا بمزهب على المركز الثاني؟ المركز الثالث وصل الشهواني ليقدم لنا عجلان حمد بن ناصر بن مسفر الشهواني، وكذلك القدوم والحضور من قبل الفارس. هنا ينطلق حمد بن محمد بن جابر العاض المري، وكذلك الحضور والوصول من قبل القطامي، يصل في هذه اللحظات لدعم حاد هادي بن سالم بن محمد الفهيدة المري، يقدم لنا لدعم. الله يا هذا الصراع، الله يا هذا النزاع. الأمتار إلى
الأخير، الأمتار النهائية. روح يا الغفراني روح، والقلوب معاك. روح إلى الإنجازات، روح إلى التاريخ العريق، روح للسلام روح. شعار مرصعا بالنجوم يظهر في يوم النجوم، يظهر في مهرجان النجوم. انطلق عز، انطلق عز محمد بن علي بن عبد الهادي الغفراني، من يقدم لنا عز. لم تصدر عليه التعليمات، ولكن العاض، العاض مع الفارس، العاض مع المركز الثاني حمد بن محمد بن جابر العاض، من يقدم لنا الفارس. ولكن عز، عز، أي عز هذا؟ أي عز هذا؟ أي كبرياء؟ أي شموخ؟ أي عز؟ أي رفعة؟ يا مالك عز، عز بن عبد. وهنا ما شاء الله وتبارك الله، خلاص يا بن عبد، خلاص يا بن عبد، سلالة عز بن عبد. عز، عز يا مال العز، تهانينا، تهانينا، والف مبروك لمالك عز، لمالك هذا البطل محمد بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري. يظهر هذا النجم في يوم النجوم، تهانينا والف مبروك. المركز الثاني وصل شاهين لناصر بن فيصل بن جبر الرمزاني النعيمي. المركز الثالث وصل لزام لسعيد بن فهد بن صقر المريخي. المركز الرابع الفارس لحمد بن محمد بن جابر العاض المري. المركز الخامس وصل عجلان لحمد بن ناصر بن مسفر الشهواني. اذا تهانينا والف مبروك لمالك عز محمد بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري على انتزاع هذا البطل. 6 دقائق 6 ثواني 71 جزءا من الثواني، وسلالة عز بن عبده من انتصرت في هذا الشوط. المركز الثاني وصل شاهين لناصر بن فيصل بن جبر الرمزاني النعيمي. 6 دقائق 10 ثواني 61 جزءا من الثواني، وسلالة سياف من جاءت في المركز الثاني. المركز الثالث الفارس لحمد بن محمد بن جابر العاض المري. 6 دقائق 11 ثانية 73 جزءا من الثواني. تهانينا وألف مبروك للجميع. شوطنا 18 ينطلق، والزميل الكريبي بن جابر.